كارلوس فيلا يسدد، هدف ثاني، هدف ثاني. اليوم يومك، اليوم يومك كارلوس فيلا. كارلوس فيلا يسجل الهدف الشخصي الثاني له في الشباك الهولندية في لقاء اليوم، والهدف الثاني للمنتخب المكسيكي ليستعيد منتخب المكسيكي التقدم من جديد 2-1. كارلوس فيلا متألق في لقاء اليوم، ودي ردة الفعل على كروس هيدنج. كرة تتقطع في وسط الملعب في مكان مؤثر للغاية، تعاملت حلوة قوي، وصلت الكرة إلى كارلوس فيلا الذي لم يتوانى في أن يضع الكرة داخل الشباك. البديل اللي لسه نازل اللاعب كورونا، مانويل كورونا، يلعب كرة حلوة قوي إلى كارلوس فيلا الذي يضعها داخل الشباك بعد تسديدة قوية لم يستطع أن يتعامل معها بنجاح التيم كرول لتصبح النتيجة